بين الملاعبين، ترى هذا العامل اللي كان هو الاولاني خلينا نقولوا معناتها اللي تقعدوا مع بعضكم في الفيستير ولا تتلموا مع بعضكم في الفطور، الناس بكل معناتها كلمه واحده، كيف اللي يلعب، كيف اللي على البنك، كيف اللي موجود، كيف اللي حتى على الجرادان، معناتها هذايا اللي كان معناتها حاسم في التتويج نتاعكم باللقب. والله هذا هو ديجا اللي لازم يصير، معناتها العقليه هذه هي نورمالمون اللي لازمها تصير، خاطر كان ديجا الترجي الرياضي التونسي ديما فريق القاب وديما يلعب على القاب، وان شاء الله بقدرة ربي ديما باش يقعد يلعب على القاب، يظهر لي فريق كبير لازم ديما يكون بعقليه معناتها دو بروفيسيوناليزم، وعقليه البروفيسيونيل لازم يكون هكايا، معناتها حتى كي واحد ما يلعبش معناتها يشجع صاحبه، حتى معناتها يقعد يستنى الماتش اللي بعده، يظهر لي معناتها مش معناتها اللي يلعب تيتولير هو معناتها الاحسن، هذا معناتها شوا تكتيك نتاع اونترنور، معناتها ينجم جوار يلعب اليوم غدو ما يلعبش، معناتها يظهر لي هذه حاجه ترجع للونترنور، جوار ما هو معناتها الا يخدم على روحه، ما هو الا اللي كيدخل التيران يعطي 100% نتاعو، وهذا هو معناتها كل جوار اللي دوا معناتها اكسبتي لي شوا دونترنور ويعطي 100%، هذا هو واضح. سي قيس، الصعود الى القمه صعيبه، اما البقاء في نفس المستوى والمحافظه على نفس التتويجات وعلى نفس المستوى يظهر لي اصعب، شنو حضرت؟